طيب احنا شفنا كل هذه يعني الاشكال يعني وشفناها، ايه اللي عاوز توصل يعني شو الملحوظات اللي بفكرك عاوز توصلنا اياها؟ اول شيء قديش قعدنا حلقتين على هذا الموضوع، في اشياء كثيره انا بس بدي امرق عليها بس بالذكر يعني بالاسم وشوف قديش يا اسيس نزار قديش هذا التاريخ وعلم الاثار بيشهد. على السريع اخ مكرم لانه معنا دقائق معدوده. نعم اخذنا عينات ولكن طلع في هون عندنا نقش الرماح، تل الرماح بيذكر يؤاش عن كتاب تغلت فلصه تذكر مناحم، لوح نمرود بيذكر ضريبه احاز ملك يهوذا، نقوش لخيش بتحكي عن احتلال نون نينوى سنحارب لخيش، وتاريخ اشور بانيبال، رسائل يب مثلا، هاي يعني حلقات بينعمل على كل واحد من هاي الاشياء بشكل كثير كثير كثير. لكن ان كان بتسمح لي انه انا بس اجمل اللي قدمناه بيكون يعني بشكل سريع. احنا بنقول انه علم النقوش بيهدم نظريات المتشككين، بما انه احنا اكتشفنا بلغات مختلفه في طبقات اثريه مختلفه في مواقع اصليه منها عواصم وقصور فرجة مصداقية اللي مكتوب في الكتاب المقدس. الهدف كان تمجيد الملوك، عشان هيك لما بذكر المستضعفين أو المغلوبين بأسمائهم معناته هن وجدوا. نظرية بداية الكتابة في القرن الثامن هدمت لأنه في خربة قيافة، لا من القرن العاشر في عندنا كتاب. في عندنا الجرار اللي حكينا عنه معناه أنه في نظام إداري للمغلوبية من القرن العاشر ماشي القرن الثامن، واسماء الاسماء الاشخاص بشكل كبير، طريقه اللفظ مختلفه ولكن اشخاص بودي بفرجي انه هذول الاشخاص موجودين، وهذا معنى شهاده خارجيه حياديه ومهمه لاحداث اماكن شخصيات الكتاب المقدس. احنا مش بحاجه عندنا ايمان، لا مش بحاجه لدليل اثري، لكن اللي فرجيناه في هذول الحلقتين دليل خارجي قوي ضد أقوال كل المشككين والمهاجمين. من ألبع عن كلمة الله إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وطبعا أنت ذكرت عينات كثيرة من النقوش المختلفة والأختام وكلها أسماء مذكورة في الكتاب المقدس.